ليالي الخير تجمعنا بكم طابت ليالينا بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا حيا هلا بكم في هذه الليالي المباركات، وأهلا حيا هلا بكم في زاد الليالي. إنها نسائم الإيمان على عتبات هذا الشهر المبارك، سيد الشهور والأيام، شهر محفوف بالرحمات والمغفرات والعتق من النيران، شهر أدركناه العام الماضي ونحن الآن ندخل فيه في هذا العام بهمة همة وبجهد واجتهاد. أقبلت أيام التجارة الرابحة، فهل لا كنا من الرابحين فيه؟ ألا إن الرابح فيه من قطع غفلته بالاشتغال بما ينفعه وازداد قربا من الله سبحانه وتعالى. هذا الشهر بدأنا فيه ونستعد بإذن الله للصيام والقيام وقراءة القرآن وكل خير. باسمكم جميعا نرحب بشيخنا الأستاذ الدكتور موفق بن كدسة في أولى حلقاتنا من زاد الليالي، حياكم الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا بالضيوف. يا مرحبا يا دكتور. ونرحب بالسادة المشاهدين، وقبل ذلك نرحب برمضان الشهر العظيم. نحمد الله أن بلغنا الحمد لله، والشهر مبارك يا شيخ، ونسأل الله أن يجعله شاهدا لنا لا علينا، والنفوس تتوق دائما لمثل هذه المواسم التي يهيئ الله عز وجل. أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة، ولكن الله سبحانه وتعالى عوضهم بمواسم تعادل يعني أجور لا يعلم عددها ومددها إلى الله عز وجل. إحنا نعيش يا شيخ في هذه الأيام المباركة، إحنا في ثاني ليلة من ليالي الشهر المبارك، الكل مستبشر، الكل فرح، حتى الإنسان المقصر، ليس فقط الإنسان الصالح ولا الإنسان اللي معتكف في العبادة، يعني عندما يدخل رمضان حتى المقصر تجده يبادر في هذا الشهر بكثير من الخيرات. بداية الشيخ نريد يعني كلمة ترحيبية بهذا الشهر وبشارة النبي صلى الله عليه وسلم برمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام. حقيقة اللسان قد يعجز عن وصف المشاعر، لكن أبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. لقد كان صلى الله عليه وسلم يبشر أمته برمضان قبل أن يأتي، قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك. شوف جاي في الطريق، قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك. ولكن تتخيل كلمة النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، وهذه لو جلسنا نتكلم فيها ساعتين ثلاث ما أوفينا حقها. قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم وتصفد فيه الشياطين، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يبين عظم هذا الشهر وما فيه من أجور وما فيه من أوصاف، كل هذا تشويق لأمته. قد جاءكم شهر رمضان، دائما العظماء ما يأتون كذا فجأة، هناك مقدمات. حتى أقول لبعض في بعض الأوقات في عندي في المسجد وبعض الكلمات والمواعظ أقول تبدأ نسمات رمضان من أول شعبان. سبحان الله، والله كأني أنظر كأن نسمات رمضان بين البيوت وفي المساجد وفي حتى الطرقات. تشم سبحان الله تشم ريحة رمضان من بداية، هو هكذا نعم يسمونه قصير، يسمونه قصير. أذكر سبحان الله الشيء بالشيء يذكر، أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه في أحد رآه عبد الرحمن بن عوف قال إلى أين؟ قال إلى الجنة، والذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة دون أحد. الله. شيء طبيعي. ولذلك رمضان حينما يأتي ترى يأتي بجماله وبروحانيته، والناس فعلا أجواء رمضان جاءت صح. وحتى سبحان الله العظيم آخر ليلة في رمضان أقول لجماعة المسجد بعض الأوقات أقول غدنا العيد. كيف يا شيخ؟ قلت أنا عندي شعور أن غدنا العيد. ليش؟ المشاعر التي كنا نأنس بها طوال الشهر بدأت تقل. ما هو علم غيب، لكن فعلا شعور داخلي، شعور داخلي أنه فعلا النسمات التي نأنس بها كل ليلة بدأت تخف وتخف وتخف. فرمضان يأتي بخيره ويأتي بفضله ويأتي بسعادته ويأتي بأجوره. تخيل، أو يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش يقول لنا في أول ليلة، يعني ليلة الاثنين الماضي ما الذي حدث؟ حدث أمر صح ما رأيناه بأعيننا، لكن نوقن به كما أننا نرى أنفسنا.
يقول صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة في رمضان ما الذي يحدث يا رسول الله؟ قال فتحت أبواب الجنة، الله أكبر، فلم يبقى منها باب مغلق، وغلقت أبواب الجحيم فلم يبقى منها باب مفتوح، وصفدت الشياطين ومردت الجن. شوف كل هذا احتفاء من الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وينادي منادٍ يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، يا من يريد جنة عرضها السماوات والأرض أقبل، أنا لك أن تطلب الجنة، أنا لك أن تأخذ أسباب الجنة، يا باغي الخير أقبل. الذي يريد الصلاة والعبادة والذكر والقرآن والدعاء وقيام الليل والاعتكاف والعمرة والجلوس المساجد والتفصيل الصائمين أقبل، أنا لك. ويا باغي الشر أقصر، يعني يا صاحب الشر يا صاحب المعصية إذا لم تقصر في هذا الشهر متى تقصر؟ إذا لم تتوب في هذا الشهر متى تتوب؟ إذا لم تعود إلى الله في هذا الشهر متى تعود؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم ولله في كل ليلة عتقاء من النار. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم والمشاهدين منهم. اللهم آمين. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني يضرب على أوتار حساسة عند المسلمين، انتبهوا هذا شهر عظيم وشهر كريم. وأقولها بكل صراحة، من بلغ هذا الشهر ترى هنيئا له. ليش؟ لأنه سبحان الله في شعبان، في شعبان لاحظنا كثرة الموت، ليس تشاؤما وإنما هذا أنا حقيقة أقول استقراء، يعني أنا مريت على كثير من المغاسل الموتى وشفت إحصائياتهم. سبحان الله في كل سنة نجد في شهر شعبان كثرة، وهو كما قال يعني كما قال صلى الله عليه وسلم عن شعبان شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى الله. كثير من الناس تنتهي أعمارهم في شهر شعبان. إذا الله سبحانه وتعالى مد في 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 عمرك بلغت هذا الشهر هنيئا لك، نعمة عظيمة. وأي نعمة أن تكون أبواب الجنة مشرعة وأبواب النار موصدة والشياطين مسلسلة والرحمات والعتق، وكما قال صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، كل يوم عندك في شهر رمضان 30 دعوة لا ترد. نعم، روحانية رمضان يا أخي، الأعمال الأجور المضاعفة. مهما قلنا في رمضان يظل اللسان قاصر. يكفي أن هذا الشهر يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه، يعني هو الشهر الوحيد الذي ذكر مصرحا باسمه في القرآن، في القرآن. وبالتالي لعظم هذا الشهر ولفضله شهر مبارك، يعني من بركة رمضان، من بركة رمضان من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من بركة رمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من بركة رمضان من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من بركة رمضان أن القرآن نزل في رمضان، من بركة رمضان ليلة القدر خير من ألف شهر، من بركة رمضان عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الكرامة والفضل. من بركة رمضان أن الشياطين مسلسلة، الجنان مفتحة، أن أبواب النيران مغلقة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في المسند عند أحمد أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم يعطهن أمة من الأمم قبلها. شوف تخصيص لهذه الأمة بركة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على رسول الله. يقول خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، بس لأمة محمد. والخلوف هو حينما المعدة تفضى تخرج منها رائحة، طبيعي شيء هذا، لا تستسيغ لا يستسيغ الإنسان من غيره حتى من أقرب الناس إليه، لكن هذه عند الله أطيب من ريح المسك. ليش؟ قال العلماء لأنها متولدة من طاعة الله. قال مثل إيش؟ دم الشهيد يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. لماذا؟ قالوا لأنه متولد من طاعة. وكذلك خلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذه واحدة. الثانية قال وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا. وقفة بسيطة يا مشايخ، من الملائكة وكم أعدادهم وهل هم فئة واحدة ولا فئات؟ الحديث يقول إيش؟ تستغفر لهم الملائكة، يعني أطلق. كل يعني الملائكة، كل الملائكة من جبريل عليه السلام إلى آخر ملك. طيب يا ترى كم أعدادهم؟ لا يعلمهم إلا الله. أيوة. النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثنا عن البيت المعمور كعبة الملائكة في السماء السابعة على الكعبة مباشرة، لو سقط يسقط على الكعبة، اسمه الضراح، البيت المعمور يدخله في كل يوم 70,000 ملك يطوفون به لا يعودون، منذ أن خلق الله السماوات والأرض
إلى قيام الساعة. خلق عظيم سبحان الله. شوف الآن هذه الأيام أعدادها، تخيل كل يوم 70,000 ملك، يعني كم المليارات والمليارات والمليارات إلى ما لا نهاية، لا يعلم ذلك إلا الله. كنت قبل أيام استمع للدكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه، فيتكلم عن عمر الكون، يقول يقدر العلماء عمر الكون ب15 مليار سنة، 15 مليار سنة زمانية. تخيل 15 مليار سنة كم يوم فيها؟ 360 وضرب 360 ما تستطيع، ما تستطيع، العدد صعب، ما تستطيع. فسبحان الله، تخيل كل يوم 70,000 ملك، سبحان الله. هذا السابق، شوف اللاحق. كل هؤلاء الملائكة يستغفرون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، على رأسهم جبريل، تستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا. طيب ما معنى كلمة حتى يفطروا؟ لها معنيان وكلاهما صحيح. حتى يفطروا يعني المغرب، هذا المعنى الأول، والذي عليه أكثر العلماء حتى يفطروا يعني يوم العيد، متصلة ليلا ونهارا، الدعاء متصل ليلا ونهارا، طيلة أيام وليالي، طيلة رمضان، طيلة أيام شهر رمضان. ولذلك جاء في الحديث قال وتفتح فيه أبواب السماء. فتخيل هذه الميزة الثانية، بس لو كل مسلم يستشعر أن جبريل الآن يدعو لك ويستغفر لك، وميكائيل وإسرافيل ومالك وخازن الجنة والملائكة كلهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطت السماء وحق لها أن تأط، ما أطت يعني تحركت من الثقل، ما فيها موضع 4 أصابع إلا ملك راكع أو ساجد، كل هؤلاء يستغفرون لنا. أعطيكم معلومة جميلة حتى السادة المشاهدين ستعجبهم أنا متأكد. وأنا أستمع للدكتور مصطفى محمود لما تكلم عن الزمان، فتكلم عن عرض الكون، قال يقدر العلماء عرض الكون، عرض السماوات هذه على العرض، ب15 مليار سنة ضوئية. شيء مهول، 15 سنة ضوئية، رقم فلكي. يعني السنة الضوئية الواحدة لو أردت أن تعرفها يقول أضرب 300,000 سرعة الضوء في 60 ثانية، في 60 دقيقة، في 24 ساعة، في 30 يوم، في 12 شهر. يقول هذا الناتج يقول عبارة عن 4 وأمامه 14 صفر بحساب السنة الزمانية، هذه سنة واحدة. تريد أن تعرف مساحة الكون، تضرب هذا الرقم في 15 مليار. ما أظن في حاسبة تستطيع أن تحسب هذا. جنة عرضها السماوات والأرض. أنا لما ذكرت الرقم ليش؟ لأنه شفت لما السماوات أطت وحق لها أن تأط، يعني السماوات بهذا الاتساع ما فيها موضع 4 أصابع إلا ملك راكع أو ساجد، كلهم يستغفرون لأمة محمد. اللهم صل وسلم. هل وعينا هذا؟ اللهم صل. والله بعض الأوقات تفكر أخي تبكي. فعلا يعني تبغى تتأمل فيها، ترى تأمل فعلا يعني أرقام عجيبة. شيء عجيب جدا. بس بعد هذا شيخ مصيبة، إنه يطلع الشهر وما يغفر لك. سنأتي بعد قليل. يعني خلنا نأخذ حديث جبريل عليه السلام. الله. لما صعد الرسول صلى الله عليه وسلم المنبر، فقال رغم أنف امرئ، قال آمين. آمين. قل آمين. آمين. قل آمين. 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 قال لماذا قلت آمين؟ قال ناداني جبريل. قال يا محمد رغم أنف عبد. نعم. أدركه رمضان. نعم. ولم يغفر له أبعده الله فقل الله آمين. قلت آمين. الحقيقة قبل اللقاء كنت مع الأخ تركي جزاه الله خير وتكلمنا في هذا الحديث. كيف تجلس معه وأنا أنت كنت مشغول يا شيخ؟ غطيت ما شاء الله، الله يعطيك العافية. حقيقة الذي يعني أدهشني كثيرا، وسنعود للحديث المسند الذي تكلمنا فيه بس في نقطتين، لكن ما دام ذكرت حديث جبريل، الحقيقة أنا أتعجب فيش جبريل عليه السلام أمين الملائكة يعرف مدى حب محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، لكن جبريل الذي يعني اسمحوا لي بين قوسين نغص عليه يعني حاشاه، لكن الذي يعني لفت انتباهه أنه هل يمكن أن يدخل أحد من أمة محمد رمضان ويخرج وما غفر الله له؟ ولذلك يقول يا محمد رغم أنف رجل أو عبد أدركه رمضان ولم يغفر له قل آمين يا محمد،
قال فقلت آمين. أمين السماء يدعو وأمين الأرض يؤمن وهو الرحمة المهداة الذي كان يقوم الليل يبكي ويطول بكاؤه فيرسل الله عز وجل له جبريل سأله ما يبكيك والله أعلم لكن تطيب نفس النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أمتي أمتي فأوحى الله إلى جبريل قل له سنرضيك في أمتك ولنسعك. ومع ذلك جبريل يدعو والنبي صلى الله عليه وسلم من فداحة الأمر وعظم الأمر أنه رجل عاقل يدخل رمضان ثم يخرج ما يغفر الله له ما يتعرض إلى نفحة واحدة من النفحات ولذلك قال آمين مع أنه كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يا جبريل لا تدعو على أمتي لكن لأن الأمر فعلا إنسان عاقل يدخل رمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا شوف ركن ويجب أن تصومه فبعض الناس قد يصومه إلفا وعادة ليس تعبدا وإيمانا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هذه ثلاث فرص غير الفرص الثانية الكثيرة لا أنا بتكلم عن قضية أن صيام رمضان ركن يعني ما لك خيار كمسلم يجب أن تصوم يعني لو ما صام العبد يعني هذا لو ما قام كيف ما هو فرض ما هو مشكلة لكن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام ركن فما تصومه إيمان واحتساب فضلا عن إيش عن الفرص العظيمة هو أوسع باب يا شيخ في دخول المغفرة لا شك وبدأ به صلى الله عليه وسلم ولذلك عندنا فرص في رمضان كثيرة جدا من فطر صائما فله مثل أجره يا أخي صلاة التراويح والقيام تفطير الصائمين الجلوس في المساجد الاعتكاف العمرة في فرص كثيرة الله له في كل ليلة عتق جاء في بعض الأثار في كل ليلة يعتق 100,000 نفس استحقت النار وفي آخر ليلة يعتق بعدد ما اعتق من أول الشهر يعني معقولة ولا تمر عليك فرصة من هذه الفرص يا أخي ما تصدق مع الله في توبة ما تبكي من خشية الله فلذلك أنا حقيقة هذا الحديث مؤلم جدا وفعلا جبريل عليه السلام يعني يتعجب من يكون عاقل في أمة محمد يخرج رمضان شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران شهر العطاء والفضل شهر البذل من الرحمن شهر التسامح شهر العطاء الذي ليس له نهاية يعني حدود نحن حينما نتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى ينبغي أن نعي عظمة الرب سبحانه وتعالى الآن لو إنسان نقول موظف ب10,000 ريال وموظف ب100,000 هل صدقت هذا مثل صدقة هذا؟ هذا ب10,000 سيتصدق على قدر راتبه صحيح؟ وب100,000 يعتبر جزء بسيط جدا طيب اللي راتبه 1,000,000 اللي دخله في الشهر 1,000,000 ريال حتكون الصدقات أعظم ليش؟ ما حتصدق بالشيء القليل طيب اللي عنده دخل في الشهر 100,000,000 سيكون العطاء أكبر ما بالك بملك الملوك سبحانه. اللي خزائن كل شيء عنده وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم سبحان. الله عز وجل ذات الله عز وجل ابن عباس ماذا يقول عن ربنا عز وجل سبحان. يقول ما السماوات السبع والأراضين السبع في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم الله. تخيل عظمة الرب عز وجل الله عز وجل هذه السماوات لا قبل قليل قلنا 15 مليار سنة ضوئية ها كلها السبع في يد الله كخردلة والسماوات كخردلة كلها كخردلة إذن والله عز وجل بهذه الذات وبهذه العظمة هل يمكن أن يعطي الشيء القليل؟ لا يمكن كل شيء بيده لذلك أهل الجنة تخيل يعني يقول صلى الله عليه وسلم إن أقل أهل الجنة من ينظر في ملكه 1,000 سنة هذا أقل أهل الجنة وأقل واحد في الجنة تخيل يعني يملك 10 أضعاف الدنيا منذ أن خلقت إلى قيام الساعة هل تظن أن عطاء الله قليل؟ لا والله ما هو قليل سبحان الكريم لكن إحنا الذين نسيء الظن الله جل وعلا يعجز عن وصفه الواصفون مهما تكلمنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أنا ضربت مثال حتى نعرف بس
أن عطاء الله يليق بالله ما هو يليق بنا نحن. سبحانه. ولذلك سبحانه. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكر. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إحنا بنكمل حديثنا عن الحديث شيق صراحة. والله شديتنا يا شيخ معك. لكن بنأخذ فاصل. الكلام رب العالمين في ذات الله يعني شيء يدخلك في عالم آخر من الإيمانيات. نعم. وتعلم أنت أيها الإنسان مدى ضعفك وأنك لا تسوى شيء أمام هذه المخلوقات. ناخذ فاصل مشاهدين الكرام نستأذنكم في فاصل قصير وبعدها نعود نستكمل ما بدأنا به في زاد الليالي. ابقوا معنا. بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا. الصلاة معينة على الثبات والمصائب. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وهي تفتح أبواب الرزق. قال تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا وهي سبب في الرزق بالأولاد. قال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، وهي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم وراحة بال المؤمنين، وكثرة السجود سبب لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ولو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا، وهي الحد الفاصل بين الإيمان وبين الشرك والكفر، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. أعمل فكرك يا إنسان، فكر في صنع الرحمن، في جسمك آيات عظمى وبراهين على الإيمان. قلب ينبض باستمرار والدم فيه ومنه يدار، ما بين أذين وبطين ثم يضخ إلى الرئتين، والمعدة والأمعاء تبذل جهدا كي تهضم ما نأكل، والكبد يساعد في الهضم وينقي الجسم من السم، والرئتان مجهزتان لتنفسنا دائبتان. وتفكر في عمل يديك وتأمل حركة رجليك، ونعيم النظر بعينيك ولسان النطق وشفتيك. ما أبدع صنع الرحمن، خلق الإنسان بإتقان. سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك، سبحانك ما أعظم شانك. بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا. يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدي الكرام، بعد هذا الفاصل ما زلنا في زاد الليالي ونعيش هذه الأجواء الروحانية والإيمانية في هذا الشهر الفضيل. أذكر بضيفي وضيفكم الدكتور موفق بن عبد الله بن كدس. حياك الله دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. دكتور، حديث كان عظمة الله وذات الله عز وجل، وهذا الحديث يجعلك تدخل في عالم آخر صراحة، أنه يستحث الهمم. نريد دكتور يعني تعطينا شيء من الاستزادة عن عظمة الله وذات الله عز وجل، وتلك الأرقام التي يعجز الإنسان يعني عن عدها، وعن وصف هذا الكون العجيب. أحسنت. احنا ما زلنا ترى في رمضان، وجالس الآن احنا نتكلم عن ماذا؟ عن عطاء الرب عز وجل في رمضان. وكما قلت العطاء على حسب الذات وعلى حسب عظمة الذات سبحانه وتعالى. فالله عز وجل صاحب العظمة المطلقة، الكمال المطلق. يعني يقولون في القواعد الفقهية الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لا يمكن أن نتصور الله عز وجل أبدا، لأنه ليس كمثله شيء. لكن نريد يعني إثارة الخشوع في القلب والإيمان في النفس. لو حاولنا أننا نستشعر بس بعض المخلوقات التي خلقها الله، عقلك لا يمكن أن يتخيل ذلك. أضرب لك مثال، وحتى لا يعني نخرج عن موضوع الحلقة، لكن موضوع الحلقة هو أيضا ما زلنا كيف فعلا يعني نستفيد من هذا الشهر في كسب أكبر قدر ممكن من الحسنات. جميل. الشمس يقول العلماء أكبر من أرضنا بمليون وثلاثمائة ألف ضعف. الشمس
أكبر من أرضنا كحجم. كحجم تخيل هذه الأرض إلا الناس يتقاتلون فيها وكذا، الأرض الشمس يعني تشكل 1,300,000 ضعف. لا تروح بعيد، نجم الشعرى اليمانية الله. وأنه رب الشعرى كما جاء في القرآن. الشعرى اليمانية أكبر من الشمس 8 مرات. لا إله إلا الله. يعني أكبر من أرضنا قرابة 10 مليون مرة. الشعرى اليمانية التي نراها في الأفق. في هناك نجم اسمه رجل الجوزاء. رجل الجوزاء. رجل الجوزاء أكبر من الشمس 343,000 ضعف. الله أكبر. 343,000 ضعف. وأكبر من أرضنا 400 بليون ضعف. الله أكبر. هذا رجل الجوزاء. تخيل الرقم الفلكي. كوكب مهول. نجم. نعم. هناك بيت الجوزاء. بيت الجوزاء أكبر من الشمس ب 274 مليون ضعف. الله أكبر. 274 مليون ضعف. وأكبر من أرضنا ب 355 تريليون ضعف. الله سبحانه. تريليون. آخر نجم تم اكتشافه اسمه في واي كاينيس مايغروس، يبعد عنا قرابة 24,000 مليون سنة ضوئية. آخر نجمان أكبر من الشمس ب 900 بليون مرة، وأكبر من أرضنا 11,900 تريليون مرة. سبحان الله. سبحانك رب العالمين. طبعا قد بعض المشاهدين يقول هذه الأرقام كيف جئت يعني جئت بها؟ قالوا والحق ما شهدت به الأعداء. نحن في العلوم التقنية ترى الغرب أقوى منا. أقوى منا. نعم. أقوى منا. متقدمين بكثير. نعم. والحمد لله هذه مثبتة في كتب وفي أنا يعني رجعت لها في مصادر كبيرة. شوف تخيل هذه النجوم خلقها الله. جزء بسيط ترى. وهذه كلها في درب التبانة. مجرد درب التبانة. ما خرجنا خارج. أيوة. عندنا في الكون 100,000 مجرة في الكون. 100,000 مجرة. إحنا نتكلم بس عن مجرد درب التبانة فقط. وبعدين هذه المجرة يعني أنا متأكد يقينا يعني هذا ما استطاع البشر الوصول إليه. وما زال يعني وما زال وكل مرة يكتشفون شيء جديد. وهناك يعني أشياء ما وصل لها الإنسان. نعم. وما أوتيتم من العلم إلا قليل. يعني هذا الأرض التي نعيش عليها كم وزنها؟ هذه الكرة المعلقة في السماء. هذه الكرة المعلقة في السماء وزنها 6 بليون مليار طن. 6 بليون مليار طن معلقة في الهواء. من يحملها؟ من يحركها؟ تدور حول نفسها بسرعة 26 كيلو في الدقيقة، وتدور حول الشمس في مسار طوله 950 مليون كيلو بسرعة 8 كيلو في الثانية. ما نحس فيها أبدا. وتسير مع الشمس في مسار لا يعلمه إلا الله بسرعة 230 كيلومتر في الثانية. ترى أسرع صاروخ عابر القارات سرعته 8 كيلو في الثانية. الأرض تسير مع الشمس في الكون بسرعة 230 كيلو في الثانية. الشمس تجري لمستقر لها. هذه عظمة الكون. طيب فكيف رب الكون سبحانه الذي يقول إني والعباد في نبأ عجيب، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إليهم نازل، شرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون مني بالمعاصي. وحيد. الآن آن لنا ونحن في هذا الشهر الكريم أن نعود إلى الله وأن نصطلح مع الله وأن نري الله عز وجل منا صدق التوبة وصدق الأوبة ونحن يا شيخ وصدق العمل. نحن محتاجون إليه وهو في غنى عنا. لا شك. يعني أنت وأنا لا، الكرة الأرضية ماذا تشكل في الكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، لكن ما تعدل. ومع ذلك إن الله فقير ونحن أغنياء، يد الله مغلولة غلت أيديهم ملعون بما قال. شوف كيف الإنسان يتعامل مع ملك الملوك وربنا عز وجل الغني عنا سبحانه جل في علاه، ومع ذلك يتودد إلينا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي إنكم تخطئون بال. شوف كيف اللفظ وهو غني عنا سبحانه تلطف مع عباده. من أنت يا أيها الناس؟ أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم
ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ليتنا نستشعر هذه المعاني ونحن في هذا الشهر الكريم. الله عز وجل شوف من فضل الله علينا مشايخ علينا على الأمة أنه جعل لنا مواسم. هذه المواسم من لطف الله بنا ورحمة الله بنا ورأفة الله بنا. هذه المواسم يتعهدنا الله بها حتى يدخلها المسلم ويخرج وقد غفرت ذنوبه. وفي حلقة ماضية تكلمنا عن هذا الموضوع، المواسم اليومية والمواسم الأسبوعية والمواسم الشهرية والمواسم السنوية. يعني المواسم اليومية مثال، بس مثال، الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. المواسم الأسبوعية صلاة الجمعة، من اغتسل في بيته ومس من دهنه وطيبه ثم جاء إلى المسجد واستمع الخطبة وصلى غفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. ها؟ وفي غير ذلك من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كتب الله له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. تخيل سنة. الموسم الشهري الأيام البيض 13 و14 و15 صيامها كصيام الدهري. المواسم السنوية رمضان إلى رمضان. عندنا موسم يأتي في السنة يوم واحد، وموسم يأتي في السنة خمسة أيام، وموسم يأتي في السنة عشرة أيام، وموسم يأتي في السنة 30 يوم. سبحان الله. اللي يأتيني يوم واحد السنة عرفة، عرفة وعاشوراء. تصوم عرفة يغفر الله لك ذنوب سنتين، تصوم عاشوراء يغفر الله لك ذنوب سنة. موسم يأتي خمسة أيام الحج. نعم. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. موسم يأتيك عشرة أيام، العشر الأول من ذي الحجة. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. موسم يأتينا 30 يوم رمضان. رمضان من صامه، من قامه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شيخ احنا نعيش هذا الموسم، أنا كمسلم كيف أني أغتنم هذا الموسم في تزكية النفس؟ جميل، هذا مبدأ مهم جدا. إنما العلم كما قال صلى الله عليه وسلم، أعطانا مبدأ إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فرصة، أولا ينبغي أن نحمد الله أن بلغنا هذا الشهر. كثير من الناس توفوا قبل رمضان. صحيح. هذه نعمة عظيمة لابد أن نستشعرها. الأمر الثاني ينبغي أن يكون عندنا مبدأ، لعل هذا الشهر آخر شهر رمضان في حياتي. لو علمت يقينا أن هذا الشهر هو آخر شهر في رمضان في حياتك، ماذا ستصنع؟ لو قيل للإنسان ستموت بعد 6 أشهر إيش حيسوي؟ سيصوم النهار ويقوم الليل وإقبال على الله، وبعد 6 أشهر ولا بعد سنة؟ ما بالك إذا كان قد يكون هذا الشهر آخر شهر في حياتك، ماذا ستصنع؟ ولذلك المسلم لما يعي هذه القضية يبدأ يتنبه للعبادات، للطاعات، للقربات، يبدأ يركز في أعماله. في يعني ما تمر لحظة ولا وهو عابد لله. يعني حتى النوم وانت نايم ينبغي للعاقل إذا جاء ينام في رمضان أن يحتسب هذا النوم. كيف تحتسبه؟ أن سأنام الآن حتى أتقوى على الصيام وأتقوى للطاعة، فيصبح نومك عبادة. عبادة. كيف نحول العادات إلى عبادات؟ حتى تناول السحور وهكذا. نعم. لماذا تفطر؟ لماذا تتسحر؟ حتى أتقوى به للعبادة. فيصبح حتى طعامك وشربك وأكلك ونومك واستيقاظك حتى رياضتك إذا أحسنت النية فيها تصبح عبادة. طيب شيخنا، يعني ودنا يعني نتكلم عن المعنى الحقيقي والعميق للصيام. جميل. بعض الناس يظن أن الصيام فقط هو منع النفس عن الطعام والشراب والشهوة. ترى هذا جزء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ينبغي الإنسان أن يحرص، ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من الرفث والفسوق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قد نعم لا يأكل ولا يشرب في النهار ولا يأتي أهله في النهار، لكن فتح باب الشر على مصراعيه. ينظر فيما حرم الله ويسمع ما حرم الله ويتابع ما حرم الله، ويعني كل فكره أمام هذه المحرمات. يعني لا يمتنع عن الصور في المحرمة فينظر إليها، ولا عن الموسيقى المحرمة فيتابعها، ولا على المسلسلات والأفلام الماجنة والعياذ بالله فيتابعها. أين صومك؟
يشغل نفسه فكرة. أين التقوى؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لذلك ينبغي أن نحرص كيف نوجد التقوى في حياتنا، كيف نستثمر هذا الشهر حتى يمشينا 11 شهر قادم حتى لا يأتي رمضان الذي بعده. ولذلك بعض الناس يسعى إلى إفراغ رمضان من محتوى. تقول لي إيش محتوى رمضان؟ محتوى رمضان التقوى. ولذلك الإنسان ينبغي فعلا أن يكون له في رمضان حال يختلف عن باقي الشهور، حال مع الطعام مع الشراب مع حتى مع حياتك اليومية. يعني ينبغي أن تضبط نفسك. بعض الناس إذا صلى المغرب قمة الخشوع، دوب الآن أفطر فطور بسيط وراح المسجد وصلى خلف الإمام، الإمام يقرأ ويبكي. فإذا جاء صلاة التراويح راح يصلي يدور على الدمعة ما يحصلها. صحيح، عارف ليش ما؟ أولا لامتلاء البطن بالطعام، هذا واحد. الأمر الثاني لامتلاء العيون بالمناظر المحرمة، قسوة القلب، فتنعكس على القلب، يبغى يبكي ما يقدر، لأنه كنت الآن قد حملت نفسك بذنوب الرؤية السماع المحرم، وبالتالي صعب أنك تخشع، صعب أنك تخشع. لكن الذي يستمر، ترى بعض الناس عنده ما شاء الله تبارك الله حرص على وقته، في رمضان قفل كل شيء قد يلهيه عن رب العالمين. مواقع تواصل ما في، قنوات ما في، انترنت ما في. يا أخي شهر واحد، علق نفسك بالله، انظر كيف ستكون حياتك وأنت تقرأ القرآن وأنت تبكي تخشع، تسمع القرآن وأنت تخشع وتبكي، تتصدق تخشع وتبكي، تناجي الله في الليل تخشع وتبكي. ما عندك صوارف، قلبك هذا أصبح مليء بالإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. منهج السنة والجماعة أحبتي إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا الإنسان أخذ رمضان يزكي نفسه في النهار صيام، وفي الليل قيام وقرآن وصدقات وبكاء ودعاء وتفكر ومناجاة لله سبحانه وتعالى وجلوس في المساجد، إيمان يزيد ويزيد ويزيد حتى تنتقل من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لكن تريد كما قال الشاعر ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. ولذلك إذا أردت أن تصل إلى الإحسان لأبذل السبب، أبذل السبب، ابعد عن الصوارف، ابعد عن العوائق، أقبل على الله بصدق. الشيء الذي يبعدك عن الله يلهيك عن الله ابعد عنه يا أخي. تراك أنت الآن تتعامل مع ملك الملوك، ترى في لحظة واحدة قد يكتب لك الفردوس الأعلى بعمل واحد، بخشية، بدمعة تسكبها عند الإفطار، بآية تقرأها فتستقر في قلبك ويقشعر لها بدنك، قد الله عز وجل يكتب لك حياة الأبرار إلى قيام الساعة، يغير حياتك من أنت تتعامل مع الرحيم سبحانه، ورحمتي وسعت كل شيء. فالله عز وجل كما يقول ابن القيم إن الله إذا أعطى أدهش، إن الله إذا أعطى أدهش. ولذلك الله عز وجل يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. فنحن في رمضان ينبغي أن نتعرض إلى أكبر قدر ممكن من النفحات. ترى في ناس كثير لا يعود إلى الله إلا في رمضان، فبعض الناس يثبت وبعض الناس هو شهر التغيير لا شك. جاتني رسالة جميلة انتشرت في الواتساب، احذروا الفيلة في رمضان، احذروا الفيلة في رمضان. وقصتها قيل أن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة كان في مجلسه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والطلاب حوله، وإذا بهم يسمعون صائحا يصيح جاء الفيل إلى المدينة، جاء فيل إلى المدينة. أهل المدينة ما كان شافوا فيل في حياتهم، فقام الناس ينظرون إلى هذا المخلوق اللي ما رأوه في حياتهم إلا شخص واحد بقى عنده. فقال الإمام مالك لما لم تلحق بأصحابك ترى الفيل؟ قال يا إمام إنما جئت من بلادي حتى أرى مالك بن أنس لا لأرى الفيل. الله أكبر. هذا الرجل اسمه يحيى بن يحيى الليثي، الآن موطأ الإمام مالك، النسخة المعتمدة هي التي رواها يحيى بن يحيى الليثي عن مالك، ما انشغل ما انشغل. ولذا قال احذروا الفيلة
شوف الناس وفعلا الآن نقول في رمضان احذروا الفيلة. إيش الفيلة؟ فيلة كثير من الصوالح المشتتات، يعني المشتتات والملهيات التي تلهيك عن 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 رمضان واغتنامه. ولذلك العاقل يضع له أهداف. كم ختمة سأختم؟ كم جزء سأقرأ؟ كم ريال سأتصدق؟ كم ركعة سأصلي في اليوم والليلة تنفلا؟ كم ركعة في الليل سأقوم بعد التراويح في المسجد؟ كم سأجلس في المسجد؟ كم سأخذ عمرة إن استطعت؟ سأرسل رحمي؟ عندك أهداف واضحة ينبغي أن تسعى. سبحان الله يا أخواني، ترى الإنسان بدون أهداف ضايع. ضايع فعلا. شوف الإنسان لما يكون في الصحراء ما عنده هدف ضايع. صحيح. لكن لما يكون في الصحراء عنده بوصلة وعنده خريطة وعنده مونة ما يضيع. شيخ أنت متركب سيارتك ما تعرف فين تروح، تدوج على قولهم. ما عندك هدف. ولذلك فعلا ترى بعض الناس لما نقول الأهداف يعني يستصعبها. ترى الأهداف ما يكلم، يعني لا تخاف من كلمة الأهداف. إيش عندك مشاريع؟ صح. أنا عجبني أحدهم قبل أيام يقول أنا مشروع إن شاء الله في رمضان سأقرأ 300 جزء. كيف يقرأ 300 جزء؟ يعني لو قرأ كل يوم 10 أجزاء في 30 يختم في كل 3 ايام. لا يختم في كل في في كل 3 ايام. وترى ما هو صعب بالنسبه للحفاظ واهل القران. لا ليس صعب، ما هو صعب. طبعا الثقيل عن الطاعه يستصعبه اللي ما تعود. أيه. اللي ما تعود. لا لكن لما تقرا ان الامام احمد رحمه الله كان يتنفل في اليوم والليله 300 ركعه. سبحان الله. فلما كبر سنه ورق عظمه وضعفت قوته اختصرها الى 150. هذه من بركه الاوقات لهم لا شك. أيه. انت لما تتعود الطاعه، لما تتعود الطاعة. شوف أنا أقول لك، بعض الناس الصوم عنده صعب وبعض الناس الصوم عنده حلاوة. تجد أكثر السنة وهو صايم. ليش؟ يفتح الله عليه، لأنه خلاص فتح الله عليه. لذلك عمر بن الخطاب ماذا يقول؟ من فتح له في باب فليلزمه. ترى عبد الله بن مسعود ما كان يكثر الصوم النافلة طبعا. ليش؟ قال يردني عن وردي في القرآن. فتح الله عليك في الصدقة إلزمها، فتح الله عليك في الصلاة إلزمها، فتح الله عليك في الذكر إلزمه، ولا تنسى الأشياء لكن إلزمه. ولذلك الإنسان لما يكون له مشاريع في رمضان يا سلام. أعجبني أحدهم يقول هل تحب أن تصوم رمضان مرتين؟ قالوا كيف؟ قال فطر كل يوم واحد يكتب لك. هذا مشروع بحد ذاته، مشروع بحد ذاته. الآن ما شاء الله تبارك الله والجمعيات الآن بفضل الله سبحانه وتعالى حتى داخل المسجد الحرام، في ساحات المسجد الحرام وفي مكة وفي غير مكة. هذا من فضل الله. بس الإنسان يكون عنده مشروع، ما يتخبط، ما يعيش رمضان بس كذا بلا هدف. بلا هدف. لا لا، ضع لك مشروع هدف والزمه. يعني بالعكس، ضع لك أهداف. ليس نعم في الله أهداف كثيرة، كما يقول اضرب في كل عبادة بسهم، في الصلاة بسهم، في الصدقة بسهم، في ولا تدري بسهم. أي السهم اللي ينجيك، كما قال لا تدري أي حسنة تدخلك الجنة. هذا الله. شيخ احنا على ختام حلقتنا، الله جل وعلا ختم آيات الصيام قالوا لتكمل العدة ولتكبر الله على ما هدى، قال ولعلكم تشكرون. لماذا سلام. ختم الله هذه الآيات؟ لعلكم تشكرون على النعم العظيمة التي وضعها لك في رمضان وانت ما تدري. أنا والله الخاتمة هذه شدتني كثيرا، ولعلكم تشكرون. طب نشكر دائما الإنسان يشكر على إيش؟ على الشيء، على النعم. نعم. ولا لا؟ نعم. ولعلكم شوف تشكرون، معنى رمضان أنه كل نعم في الليل وفي النهار. الله عز وجل أنعم علينا وأغدق علينا في رمضان بنعم عظيمة. يا أخي يكفيك أنك إن شاء الله تكون من أهل باب الريان، يكفيك أنك في العشر الأواخر حينما تعتكف تخلو بالله سبحانه وتعالى، تناجي الله عز وجل، سيعطيك الله فوق ما تتصور. لعلكم تشكرون، هناك نعم عظيمة في رمضان لا توجد إلا في رمضان، لازم نستشعرها. لماذا الله عز وجل أنزل القرآن في رمضان وفي ليلة القدر بالذات؟ هذه نعم عظيمة. هذا موسم في أشياء نعرفها في أشياء نجهلها، لكن ينبغي أن نوقن أن رمضان كله نعم، ليله ونهاره، الحسنات مضاعفة، الحسنات مضاعفة. ولذلك هذه النعم يحتاج أن تكون إيش؟ مقيدة بالشكر، ولعلكم تشكرون. ولذلك يعني أحبتي في الله، قضية الشكر هذا ما تكون إلا على نعم، ونعم الله في رمضان والله لا تعد ولا تحصى كما يقال، لأنها نعم كثيرة في نفسك، في بيتك، في أهلك، في ظاهرك، في باطنك، أعمال القلب، أعمال الجوارح، توفيق الله عز وجل لك، إعانة الله لك. يعني تخيل، شوف
يمكن إشارة أخيرة، كما قال صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، يقول الله سبحانه وتعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. حتى قال بعض أهل العلم إن الصيام لا يدخل في القصاص يوم القيامة، لك عندي شيء ولي عندك شيء ترى الأعمال الأخرى، لكن الصيام لا، معلش وقف، ما يقتص منه، الصوم لله. ولذلك يقول أحد بعض أهل العلم هناك ثلاث عبادات لا تدخل في الميزان المعروف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 70 إلى 700 ضعف، هذا بقية الأعمال، لكن في ثلاث عبادات لا تدخل هذا الميزان، لها ميزان خاص. الصيام، أولا الصيام، ليش؟ لأن الله يقول إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، هذه واحدة. ثانيا قال الصبر، والصوم صبر، الصبر نعم. والله عز وجل ماذا يقول؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بغير عد. أحد الإخوة قال مرة في جلسة قال شوف لو حطيت واحد وحطيت 100 صفر ترى عند أهل الرياضيات مقروء نعم. لو تحط واحد وتحط 1000 صفر ترى عند أهل الرياضيات مقروء، لو تحط واحد وتحط 1000000 صفر عند أهل الرياضيات مقروء، لكن ربنا إيش يقول لك؟ بغير حساب، لا تتعب نفسك، ما حتوصل، ما يمكن عقلك أن يتصور. العمل الثالث والأخير العفو، ونحن في هذا الشهر شهر العفو، ونسأل الله العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أجره على الله، بس يكفيك. ولما قلنا عظمة الله عز وجل ترى يعطيك الله على عظمته هو، ما هو على قدرنا نحن، بس قال لك الله فمن عفا وأصلح. من المواقف التي ألمتني قبل فترة دخلت في مسألة صلح، الطرف الثاني ايش يقول؟ يقول يا شيخ لا تتعب نفسك، والله لو لم يكن بين فلان وبين الجنة إلا أن أعفو والله ما أعفو. قلت يا أخي اتق الله في نفسك، شوف الشيطان طبعا، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند، لكن الشيطان شوف كيف هذا الكلام. الله عز وجل يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إيش تبغى أحسن من كذا؟ الشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان عجز أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. الحديث معك شيق يا شيخ وذو شجون، انت الوقت رائع والله يا شيخ يعني مرة سريعا يعني استمتعنا بما طرحت، وصراحة ما أحوجنا نحن والمشاهدين إلى مثل هذه الأحاديث التي يعني تشحذ الهمم، وأيضا كذلك من الإعانات تعين الإنسان، الإنسان يحتاج من يذكر بالله عز وجل، ونحن نعيش في أيام فاضلة، موسم عظيم، وما زلنا في أول أيامه يعني. والله نسأل الله، وأنا من الأشياء المهمة ينبغي أن ندعو الله وأن نستعين بالله أن يعيننا نعم. على اغتنام رمضان كما يحب ربنا ويرضى نعم. ترى إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده نعم. ترى نحن ضعفاء إلا أن الله يعيننا، لا حولنا ولا قوة. ولذلك يعني أنا أوصي نفسي والإخوة المشاهدين أن ندعو في كل يوم وفي كل ليلة، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على الصيام والقيام كما تحب وترضى، اللهم وفقنا لصالح الأعمال، وهكذا نستعين بالله وربنا سمحنا سيعين بإذنه تعالى. شكرا الله لك، جزاك الله خير يا شيخنا على ما قدمت في هذه الحلقة وعلى هذا الإثراء الجميل الرائع اللي تمنيت والله الحلقة ما يعني ما تنتهي. جزاكم الله خير، ونسأل الله عز وجل لنا وللمشاهدين أن يتقبل منا الجميع صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأن يوفقنا لاغتنام هذا الشهر المبارك، وأن يسددنا ويجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم إنه على كل شيء قدير، وأن كما جمعنا يجمعنا في الفردوس. اللهم آمين. أسأل الله أن ينفع بما طلعت يا شيخ، وأسأل الله أن يتقبل الله يغفر لنا تقصيرنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم آمين. الشكر لكم مشاهدينا الكرام، نحن نعيش في أيام عظيمة ومواسم فاضلة، ينبغي أن يعني نستغلها أفضل استغلال في أي عمل صالح يقربك إلى الله عز وجل، فلا تفرط فيه، شهر عظيم، منحة ربانية كبيرة أن الله أمد في عمرك إلى أن تلحق هذا الشهر. كم من الناس تمنوا أن يدركوه ولكن حال بينهم وبين هذا بلوغ هذا الشهر الموت. أسأل الله يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يوفقنا للطاعات في هذا الشهر، وأن يرضى عنا ويكتبنا من عتقائه من النار. شكرا لكم مشاهدي الكرام على حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة، يتجدد لقاؤنا بكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة، إلى ذلكم الحين وفي كل حين استودعكم الله في أمان الله. ليالي الخير تجمعنا بكم، طابت ليالينا بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا، بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا.